ما إن يقترب موعد شهر رمضان المبارك حتى تبدو الأعمال الإنسانية حاضرة بين أوساط المجتمع. مبادرة الناس للناس تعد واحدة من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى تقديم يد العون والمساعدة للأسر المتعففة والمحتاجة، وذلك من خلال الطبق الخيري الذي أقامته في إطار بازار الأسر المنتجة بمدينة عدن. هدفنا استهداف الأسر المتعففة والأكثر اللي يستحقوا أكثر شيء، خاصة الأسر اللي ما فيش معهم حد يعيلهم. وبنفس الوقت هدفنا أنه قبل كل رمضان نسوي وجبة إفطار خلال شهر رمضان الكريم، بما أنه يعني أكثر الناس بالشوارع ما يلاقوش على إيش يفطروا أو حاجة زي كده. فاستغلنا دائما أنه كل سنة نسوي قبل رمضان طبق خيري بحيث أنه العائد يكون للأسر المتعففة. الأعمال أو المشاريع هذه ريادة الأعمال البسيطة هذه تعتبر يعني دخل الأسر المتعففة، برضو نحن نقول المتعففة في منازلهم. دعم الأسر المتعففة والمحتاجة والعمل على مشروع إفطار صائم عبر هذا الطبق الخيري الذي تسخر عائداته لشراء سلل غذائية لعدد من الأسر المستهدفة والتي باتت تعاني من ويلات الأوضاع المعيشية في البلاد، ما جعلتها حبيسة المنزل لا يخرجون منه ولا يشكون الفقر. بما يخص المبادرات المحلية هي تساهم في الكثير من دعم الأسر الفقيرة أو الأسر البسيطة، كمان تنشئ من مهاراتهم. يعني الآن زي ما هذا البازار أو الطبق الخيري اللي نشاهده الآن أمامنا بينفع كثير من الأسر وبينمي مهاراتهم، بيكسر عندهم حاجز الخجل والخوف. ما شاء الله تبارك الله، اليوم شايفين في الطبق الخيري والبازار يعني صراحة فكرة جدا جميلة من شباب وشابات عدن، حاجة جدا في وقتها المناسب، يعني لأنه ريعهم مثل ما عرفنا ومثل ما شفنا في إعلانهم أنه يدعم الأسر المتعففة بسلل غذائية رمضانية. صراحة مبادرة جدا جميلة، ونتمنى أنه زي هذه الأشياء تكثر وتستمر وتنتشر، أنه إحنا نحس في بعضنا، نساعد بعضنا، بالنهاية إحنا مالنا غير بعض. إقامة مثل هكذا مشاريع خيرية تمثل نوافذ أمل للإطلاع على أوضاع الأسر الفقيرة والمحتاجة والعمل على مساعدتها، بما يسهم في التخفيف من معاناتها خلال شهر رمضان الكريم، ما يتطلب ذلك مشاركة واسعة لدعمها كي يستمر عطاؤها الخيري دون توقف أو انقطاع، فخير الناس أنفعهم للناس. معين ردمان، اليمن اليوم، عدن.